لا صحيح ما كنتش متوقع خالص. انا كنت متوقع ان انا عايز ارجع ابقى، انا كنت رجعت رقم 5 على العالم، فكان الهدف اني ارجع ابقى من احسن 4 تاني عشان السنه الموسم الجديد ابتدي احارب ان انا ارجع تاني رقم 1. الموضوع مش احسن من كلمه متوقع، يعني بسبب الناس اللي حواليا، بسبب مدربيني، بسبب الاخصائي العلاج الطبيعي دكتور احمد سيف ودكتور عز وفيليب فيزيو كان، هم اللي ساعدوني جامد جدا جدا. بحب اشكرهم، ويعني انا فخور جدا ان اقدر ارجع تاني. يلا يا جماعه اللي هيسال من هنا، يلا يا جماعه اللي هيسال. طبعا لما تبقى اول عالم وتراجع ولكن طبعا انا بحلم وبحاول احارب كل يوم ان انا ارجع رقم واحد، وان انا قدرت اعمل كده حاجه الفتره الاخيره دي كانت حاجه من الاربع بطولات، اربعه مشروع فيه، وان شاء الله في يوم من الايام جاي تكون في التصنيف. المباراه ازاي؟ الشوط الاول كان بدايه كويس طبعا، عسل اتقدم كمان اربعه كده ترجع تعادل وتاخد الشوط. الشوط الثاني حصل خسرته، وبعد الثالث والرابع دول كانوا تصنيف. هل الشوط الاول ده كان دافع ليك ان انت تكمل على نفس المستويات براهم تاخد المباراه؟ طبعا مصطفى عصر فتره كبيره جدا جدا جدا، وعنده 21 سنه رقم واحد على العالم، وصل ما فيش في رياضات كتير في ناس تقدر وهي عندها 21 سنه تقول انا كنت رقم واحد على العالم. فيبين قد ايه هو بطل. يمكن الشوط الاول زي ما انت بتقول كان مهم جدا، لما بتخسره نفسيا يمكن بتاخد ثقه اقل، وهو بياخد ثقه اكبر، فبتفرق العامل النفسي فيه.